وهنا نقول يا شعب البحرين، أنتم تعلمون جرائم النظام الخليفي المرتزق من ذاك اليوم الذي جاءوا فيه مرتزقة على هذا الوطن، وهم ينتهكون فيه الأعراض ويستبيحون بها الحرمات. قد قتلوا الشيوخ والشباب والرجال والأطفال والنساء. هذا النظام الذي همه إخماد وإسكات هذا الشعب العظيم، اليوم تصل إلى مسامعنا جريمة لا تغتفر، جريمة كبرى، وهم باغتصابهم المرأة الشريفة العفيفة، ولم يكتفوا باغتصابها بل استجمعوا عليها وحوشهم الضارية ليتناوبوا عليها. وهنا نقول أن أعراضنا خطا أحمر، عليكم اليوم يا شعب البحرين أن تنهضوا بهذه الثورة وبهذه الغيرة، غيرة القرآن، غيرة محمد صلى الله عليه وآله، غيرة علي المرتضى، غيرة فاطمة الزهراء، غيرة الحسن والحسين، غيرة الأئمة المعصومين. أنتم يا شعب البحرين الآن في اختبار صعب بأن تنهضوا بهذه الأمة لمواجهة هذا الظلم والفساد من النظام الخليفي المستبد الذي لا يتوانى عن قتل وانتهاك الأعراض.